كنشكركم من هذا المنبر. اولا كنقول لك بان الهيئه الرابعه لدارت اليوم تغيرت هيئه مرة هيئه مرة هيئه هذه المده دابا تقريبا سنوات، بينما هما تتقلوا الدراري في 2019 هما، ولكن الاختفاء ديال تهبيب المناني، القتل ديال تهبيب المناني كان في 2007. راه القاضي التحقيق وكيل العبد الملك راه تابعهم قتل العبد على الاغتصاب، و تغيير معالم الجريمه، تغيير معالم الجريمه يعني ان الملامح ديالو تغيرها، هذا مفهوم، ماشي تغيير المكان ولا تغيير معالم الجريمه، يعني انه صح واحد بغاو حاولوا ما يبقاش يتعرف عرفتهم عرفتهم خبرات كلها جات هادشي كيقولوا، الا ان كنا كنطالبوا ديما باصل الملف، لان الفرقه الوطنيه من دارت 2019 خرج 2016 الملف تحل على التحقيق، ومن 2007 حتى 2019 عاد تحل على التحقيق، من التحقيق بقى في التحقيق 3 سنين لمدة 3 سنوات، لأن قاضي تحقيق مشكورا خرج انتدب الفرقة الوطنية، ومن حقه ينتدب الفرقة الوطنية لأنها علمية عندها تقنيات علمية، ما يمكنش القاضي يمشي لأنه خبرات كتكون علميات، كلشي التحقيقات كتكون علمية عن طريق الهواتف أو عن طريق خبرة جينية. المهم هذا الميت زعما راه 68 جلسة غير في القاعة، راه كثير بزاف، ما علم أن حنا باقي ما ديناش ميت. كنا اليوم على أساس الهيئة الرابعة التمسنا من السيد الرئيس مشكورا والهيئة مشكورة لأن عطتنا الصدر الرحب ديالها، وعرفناها بأن السيد الرئيس متمكن من الناحية الجنائية، داكشي علاش تعين في هذا الملف، لأنه تقلب على الحق ضروري تكون الأحكام ديالو صائبة ديما، ما يمكنش تكون الأحكام ديالو. هذا كنشكره بزاف من هذا المنبر مع الهيئة المحترمة النيابة العامة، لأن طلبنا منه قبل من دور الجلسة على أساس ما عندناش المحضر 98 ديال 2007. أستاذ زينب ديما كطالبوا بهذا المحضر، وهذا المحضر دائما كتأكد لكم يعني الهيئة ديال في كل مرة كتأكد لكم أن هذا المحضر يعني موجود وراه الإشارة ديالكم، ولكن دائما كتقولوا أن هذا المحاضر ما كيناش. لا محضر 98 كاين، ولكن وسط هذاك 98 كاين تقرير بحث والتحليل التي أجريت على ملابس الضحية من طرف تقرير؟ تقرير البحث والتحليلات التي أجريت على ملابس الضحية من طرف الدرك الملكي، والتي سلمت من طرف طبيبة التشريح، كاين تاريخ 4/4/2009. ثاني تقرير ديال الدرك الملكي عن مكان الاحتفاظ بملابس الضحية بعد إجراء التحقيقات. ثالثا كاين برقية بحث 493 بتاريخ 5/4/2007. كاين حق فاعلين وتوجيهات البطاقة الجهوية بالقضاء القيادة الجهوية بالدار البيضاء. ثالثا كاين واحد التقرير إخباري للدرك الملكي تحت عدد 482 بتاريخ 3/4/2007 موجه إلى السيد وكيل العام المالك محكمة استئناف الدار البيضاء. والخبرة الهاتف النقال ديال تهامي بن ماني، الخبرة على هاتف تهامي بن ماني طلبت بناء على انتداب المدير العام لشركة اتصالات بتاريخ 1/7/2007. هادو المرفقات ما كاينينش. هادو واش هاد الطلب هذا؟ هادو محاضر، جوج محاضر. هاد المحاضر هادو واش طالبتيو بهم يعني الهيئة؟ لأن هاد المحاضر كاين وسط المحضر 98. لان المحضر 98 كاين، وكاين بان مع هاد الموافقه. واش تقدمتوا بهاد الموافقه؟ تقدمنا وقالوا لكم كاينين؟ لا تقدمنا التمسنا ذاك المحضر ديال 98 ديال 2007 فيما يتعلق بالجوده والصور، وكاين فيديو تما، هادشي كله كنطالبوا، ولكن داخل هذيك التحقيقه ديال 98 هذاك المحضر راه كاينه تحقيقات اخرى وخبرات اخرى. هي اللي قلنا لك شنو باش عرفتوا كاينين هاد التحقيقات؟ كاينه في المحضر 98. المحضر 98 تيقولوا بان التقرير ديال الدرك الملكي سميتو كان بورقيه البحث عدد 493 في نفس المحضر، كاين ثاني 482 بتاريخ 3/4/2007. اليوم تقدمتوا بالطلب الهيئه الرابعه. الهيئه الرابعه مشكوره لان وتم رفض الطلب، لان الهيئه مشكوره لان يلا بدات الميت احنا 68 جلسه دوزنا، ولكن الهيئه مشكوره لان دخلوا المداوله لقاو المحضر 98 وجابوا لنا
داك قالوا بعرف الطلب ديال المحضر، جابوه لكم هادشي، جاب لينا المحضر وراه لينا القاضي في الجلسه، قالنا هو المحضر في صغير كي طلعنا نطالعوا عند كاتب الضبط، ملي جينا نطالعوا هذاك المحضر راه عندنا كنسولوش عليه، كنهضروا على المحاضر ديال الرقم 493 و 482 ديال 2007. المراحل الاوليه اللي كان الملف عند السيد قاضي التحقيق، واش هما ما طالبوش بهذ الوثائق؟ علاش طلبوا بهم حتى الان؟ لا هذا راه في 2007 كانوا قبل ما يكون ميت قاضي التحقيق، هذا ملي لقاو جدة، ملي لقاو جدة اول مره لقاو جدة في واحد المكان اللي حدا واد مرزق، ديك الساعه راه سيدو كي ثلاثه اربعه سيطوا ليه وكانوا استمعوا لهم كلهم في 2007. هذاك التحقيقات ديال 2007 ديال الدرك الملكي هي اللي فيها الحقيقه. اي ولكن علاش ما تمش بانهم يطلبوا هذه الوثائق عند السيد قاضي التحقيق مثلا اللي كان عنده الملف، علاش طلبوا حتى الان وصلوا لا لان السيد قاضي التحقيق دار خدمته، لان قاضي التحقيق كان خاصو يمشي بناء على ذاك الشيء، بناء على التحقيق ديال الدرك الملكي ملي لقاو جدته دار تحقيق، وذاك التحقيق راه في بلاصه تحال على النيابه العامه ديال الدار البيضاء، هذاك التحقيق اللي فيه كيفية بأن القتل، يعني كيفية القتل، كيفية المسائل كلها موضحة، بشاعة ديال الجريمة، أبشع جريمة شفتها في التاريخ، ما عمري ما شفتي ملف 16 عام وباقي ما بدينا فيه، هذا حنا كنأكدوا كنعاودوا نأكدوا باش يفهمونا علاش كنهضروا، ما كنهضروش على 98، كاين محضر 98، ولكن داخل ذاك المحضر لكن هاد الارقام اللي عطيتك اللي تحالوا هاد الارقام هاد المحاضر هي اللي بغينا حنا. من بعد الرفض ديال الطلب ديالكم شنو هما الاجراءات اللي غديروا؟ يوم اللي رفضت الطلب ديالنا بناء على انها ملي داولوا جبدوا 198، الا ان حنا هما مشكورين من هذا المنبر، انا لكت اول مره جيت الميل انا نعرف عندي هذاك المحضر، اما داخل ذاك المحضر راه خاصو ينتبهوا بان كاينين تحقيقات، تحقيق برقيه البحث، وكاينه تقرير اخباري ديال 3/4 رقم 482، كاينه في هذاك شي ناس كانت ديك الساعه كانت واحد الحراسه النظريه على شي وحدين واستمعوا لكل شيء، وديك الساعه ميف تطوى، حيت لا يعقل شي ميف يبقى من 2007 حتى اليوم الى هذا 16 عام باقي ما بديناه. ما جاوبتيناش على السؤال، شنو هما الاجراءات اللي غديروا؟ الاجراءات غنديروا نلتمسوا من السيد الرئيس الجلسه القادمه باش يضم لينا طلب ديال محضر 98 يجيب لينا التحقيقات 493 والتحقيق 482، هادو هما التحقيقات، هذا هو الميث، سينو ما يمكنش نبداو الميث، ما عندناش ميث غنركزوا عليه، لان قاضي التحقيق كان من المفروض يمشي على هذا التحقيقات ديال 2007، راه واضح الميز باين اش دار هذا واش دار هذا واش دار كان التحقيقات، لان راه ما يمكنش نبداو الميز لا نطلعوا في قرار قاضي التحقيق لا والو، لان قاضي التحقيق دار خدمته الله يعاونو، ولكن هذيك التحقيقات غير كامله الى يوم الاستاذه بعد رفض الطلب اللي صدرت المحكمه اليوم الهيئه عندكم الحق تقدموا طلب مره اخرى. معلوم لان عندنا الحق، لان يعني السيد الرئيس مشكورا قدام طلع ديك الساعه نصور ملف، ملي طلع قال لي عطيني طلب، قلت لي تنطالع، حتى ما طالعش ما يمكنش، قيس هذاك الشيء راه عندنا، ما تنهضروش على ذاك الشيء، كنهضروا على التحقيقات اللي داخل ذاك المحضر 98، عندها الارقام ديالها والبرقيات اللي توصلت توصل بها الوكيل العام الملك، هذيك هي الملف، راه بلا ما نمشيو لا تحقيق لا والو. لا ديال قاضي التحقيق راه الدرك الملكي فيه الجريمه كلها ثابته، هذه اللي خاصنا.